عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كيفاش. شقال الفترة قرب وفما مشاكل اللي تنجم تعرضنا في الكوجينة. من المشاكل هذه اللي تنجم تعرضنا هي ساشيات الفاح. إذا كان ما عندناش وين نحطوهم بالطريقة هذه نجموا في حركة صغيرة نجموا نبزعوهم ولا تصير أي أكسيدون. نحن عنا لكم الحل. الحل بالنسبة للفحات اليوم يتمثل في دبوزة. دبوزة ناخذوها ونقصوها إذا كان حتى مش بالمقص نجمو بالكتار وإلا بالسكينة. المهم نقصو الدبوزة نقصوها على الشكل هذه ولا. كملنا قصينا الدبوزة ناخذو الشطر الفوقاني بتاع الدبوزة نحلو الطابو ونحط الساشي هكا ومن بعد نحاولوا باش نثنيو الساشي ونجمو نستعملوا ساشيات الفاح بتاعنا بلا غير ما يتبزعوا وبكل أريحية. بالطريقة هذه نجمو نتحصلوا على برشا ساشيات وأشكالهم كيف ما تشوفوا مزيانة ونستعملوهم في الكوجينة. هذه كانت فكرتنا ليكم في الكوجينة اليوم. جربوا وتفكرونا. استريس استريس برشا استريس نتعرضوا له في حياتنا اليومية. استريس بتاع الدار، استريس الخدمة، استريس الشارع واستريس الانبوتياج وبرشا حاجات. ومن عوارض استريس هذايا تنجم تعمل حاجات معناتها اللي تقلقك أكثر منه تفرحتك. مثلا اتعض سواعك وتنجم تجرح صبعك. ومثلا زادة تنجم تطبطب على الطاولة اللي هي تنجم تعمل لك أكثر استريس من اللي كنت فيه. نحن اليوم عنا حل آخر للستريس. عنا الحل اللي هو بسيط ياسر. حل البول أنتي ستريس. البول هذه تتطلب منا حاجات بسيطة. تتطلب منا أمبولة شوية فارينة وقلم رصاص وقمع. نجيو للأمبولة نحطوها في القمع بالطريقة هذه نحاولوا باش نخرجوا منها الهواء ولا ونستحقوا زادة مغرفة. نحطوا الفارينة في القمع ولا ونحاولوا بالسياسة نحطوا الفارينة في وسط الأمبولة. طريقة سهلة برشا وما تتطلبش منا برشا مجهود. فيها شوية توسيع بال. تنجم تضيع بها الوقت في سيدنا رمضان ولا. وانت وعينك ميزانك على قد الستريس اللي عندك على قد ما تنجم تعمل فارين ولا. نخرج القمع النحيوة نحاول ولا. وتحاول باش تربطها اما ما تنساش انك تخرج منها الهواء باش بالطريقة هذه نجم تكون لك سهلة وتنجم تعمل معها برشا جو وتنحي ستريس في راحة من عقلك. نسيت تنجم زادة باش كل حكاية بلو سامباتيك تنجم زادة تصور حتى ما نعرفش انا
تصوير تعرفك اللي مغشك اللي انت مغزل عليه، نجم تستعملها وتشد وبرشة طرق، والنجم نعملوا منها برشة حتى لصغارنا في الدار يلعبوا مع بعضهم. فوالا هذه طريقتنا لتنحيه الستريس اليوم في بريكولاج. مرحبا بكم وجربوا وتفكروني. اليوم مع بعضنا في كيفاش انترنت باش نكتشفوا مفاجأة جديدة من مفاجآت يوتيوب. ما علينا كان نحلوا صفحة يوتيوب، نجيو للبار نكتبوا يوز ذا فورس لايك وننزلوا انتري. ما تخافوش، هذه كما ايش عينيكم تاخو تعطي، هذه كصفحة يوتيوب ولا تكاكة، هذه كولات حاجة تدوخ وتنجم تعمل معاها برشا جو، تحرك بالكورسور وين تحب. هذه كانت فكرتنا ليكم اليوم مع يوتيوب في الانترنت، جربوا وتفكروني. قبل ما نقول لكم شاهية طيبة اليوم باش نقترح عليكم لعبة بونيس جديدة. اللعبة تستوجب أنك تحط يدك على الطاولة، تلقى روحك تحرك صوابعك بكل أريحية. أما إذا كان تثني الصبع هذايا، تحرك الصبع هذا وتحرك الصبع هذا. أما علميا إذا كان تجي باش تحرك الصبع هذا ما تنجمش. هذه كانت لعبتنا لكم اليوم، شاهية طيبة وإن شاء الله نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة من كيفاش. ما تنساوش لي زاستيس بتاعنا الكل تلقاهم على شان يوتيوب والا على الباج فيسبوك بتاعنا، جربوا وتفكرونا. شاهية طيبة وفي الأمان.